انت كم لغه تتكلمين؟ واحده. لا انت تقولين ثنتين. اي ايه عربي وانجليزي. ما شاء الله انجليزي. ها وات ذس از يور هاف. طيب علميني انجليزي انت. طيب يلا تكلمي معي انجليزي. هاو ار يو. شو يقولون؟ تقول fine thank you ولا تقول I'm good. يلا 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 نعيد نعيد. يلا 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 سلي. How are you? Fine thank you. How old are you? كم عمرك؟ إيه وش أقول طيب؟ قول عمرك. أقول عمري. كم عمرك قول بالعربي؟ تحرجيننا أنت. 25. أقول 25. يلا نعيد نعيد. يلا يلا يلا. How old are you? Fine thank you. What's your favorite place to go? يعني وش المكان اللي تحب تروح له؟ عيدي وشو؟ What's your favorite place to go؟ يعني وين تحب تروح؟ يعني تقول I like to hang out. Hang out. Hang out. مو hang out. إيشو hang out؟ شو أقول طيب؟ Hang out مو hang out. Hang out. Hey, what's your name? What's your name? يعني أي هذه أعرفها عادي. هذا من أول ابتدائي لين ما دخلت من الثانوية هذا اللي علمونه. بس What's your favorite subject? Subject. أي وش تحب وش يعني إيش الموضوع اللي تحب تتكلم عنه ولا تحب يعني أقعد أعبر. أيوة أنا ما أعرف أعبر إلا بالإنجليزي. أعبر خليني أعبر بالعربي يعني الله يهديك. أول شيء وش وأنت تقول قولي الإنجليزي بعدين تقول لي قولي لي عربي. وش أنا بسألكي بالسؤال عاد أنت ترجميه عاد بالإنجليزي بالفرنسي باللي تبين. أوكي نوت نو بروبلم أتشور. كيفني بس اتشور ذي جميل عاد. يقول لك ان الرز كثر اكل الرز يقول لك يسبب بلاها. هذه دراسه صينيه. اكثر الرز بقول لك اياها بالانجليزي. اللي يفهم انجليزي يفهم اللي ما يفهم جعله ما يفهم. حنا اللي علمناكم اللغه. تفضلي. لا مو بحنا. ها مو بحنا اللي علمناهم الانجليزي الا انت. اي صح. يلا قولي يلا. There's a Chinese saying that that if you give someone a clock or watch as a gift, it means that you're counting down the time that for them to die. خلصنا.